نيجي لبرج الميزان. برج الميزان بيحب يقعد يفكر، يرتب الكلام وبعد كده يبتدي يشوف هيك. برج الميزان في الولاد مش بيواجه، لا بيواجه، بيهرب، ما بيهربش، بيواجه بس بيقعد يتكتك، يعني بيقعد يشغل دماغه الاول ويشوف يخش لك من اي موقف. بمعنى ان مثلا يقعد يفكر لك في حاجه مثلا غير الموضوع ده، اللي لو مثلا في موضوع مضايقه في حاجه معينه، يقعد يفكر لك في غلطه انت غلطتيها ممكن مش معاه او اي حاجه، ويجي يقول لك ايه انت على فكره كنت بتعاملي مثلا نور مش حلو، انت كنت خدي بالك غلط في اي حاجه. خلاص، وبعد كده هي تقعد تدافع ان هي مش قصدها، تقول لا يقول لا وعملتي كمان فيا كده، بيوقع الدنيا في بعضها بالظبط. يعني يجيب الاول ناس تبقى في كفه معاه تتقله في الزعل معاه. يعني يجي مثلا يجيب مثلا نور ويقول لها انت زعلانه مني مش عارفه ايه، انت زعلتيها، يعني يقومكم على بعض علشان انا ابقى في صالحه، عشان انت تبقى كفته اتقل من كفتك. اوكي، هو ذكي بيعرف يعمل، بس بيتكشف في الاخر. لا هو مره في مره في مره بيبعدوا عنه علشان هو بيبقى مش بيقعد يلف ويدور، يعني مش بيجي يقول انا زعلان منك عشان واحد اتنين تلاته. اوكي اوكي.